اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم انا معدي على اليارد عندنا ورا، لقيت لون جديد نزل من البليزر الار اس زي ما انتم شايفين، اسمه ايرون جراي. تعالوا نقرب من السياره شويه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله لون الايرون جراي، او اللي هو خلينا نقول الرمادي المعدني، درجه جديده من الرمادي. كان بينزل عندنا واحد السنين اللي فاتت او الموديلين اللي فاتوا من البليزر، كان اسمه شادو جراي، يعني هي درجة شوية مختلفة. زي ما انتم شايفين هو اصلا كان من احلى الالوان عليها السيارة دي، عشان التفاصيل بلاك بوتاي، رنجات السود زي ما احنا شايفين، رنجات 21، السكرت او الكت اللي على جسم السيارة، حتى الشدات اللي على السقف، الديفيوزر الخلفي، ما شاء الله لون جميل. هنلقي نظرة سريعة عليها من الداخل، لو مفتوحة اوكي تمام. سماعات البوز نفس ديزاين الكاميرو زي الوان اسود مع الخطوط الحمراء على السيت. تمام، لون ما شاء الله جميل، ناس كتير سألت عليه، وانا بوريلكم حاليا على الطبيعة. تقدروا تشرفونا وتجربوا السيارة، تتصلوا بس على مهند 050-516-3525 من حمودة للسيارات في ابو ظبي والعين.